عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس 26 كانون الأول 2023. صحيفة النهار: 25 كانون الأسود، القضاء ينتحر، عويدات يشن هجوما ارتداديا على بيطار ويخلي سبيل جميع الموقوفين، اشتعال قياسي جديد في سعر الدولار يلامس 57 ألف ليرة ويستتبع اشتعال الأسعار. صحيفة نداء الوطن: عويدات استولى على تحقيق المرفأ، الإسفين الأخير في نعش القضاء، البيطار لنداء الوطن: أنا سيد الملف ومكمل للآخر، أمر القبع، المهمة أنجزت والعدلية أجهزت على العدلية. صحيفة الجمهورية: غليان سياسي واقتصادي وقضائي، البنزين والدولار أشعل الشارع، الرد الدولي قد لا يتأخر. صحيفة اللواء: مشاهد هوليودية في القضاء، بيطار ممنوع من السفر وعويدات مدعى عليه، توجه نيابي معارض إلى قصر العدل اليوم، وباسيل يحرض بكركي على رفض الانتخاب بالأكثرية المطلقة، الخارجية الأمريكية ضحايا انفجار بيروت يستحقون العدالة. صحيفة الأخبار: جريمة حليب الأطفال، الأبيض يحمي التجار، تنحية البيطار أو ضياع القضاء والتحقيقات، وزير الدفاع: قائد الجيش يتجاوز صلاحياته وقد أطلب إقالته. للمزيد من العناوين ولقراءة أسرار الصحف زوروا موقعنا صدى الأرز.com.